عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم علاء عبد القادر. معلش هحط الكمامة بقى ابو الحجر الصحي عشان كورونا. ربنا يعدي على خير يا رب الايام دي. ان شاء الله هشرح لكم النهارده ازاي نحضر الارتيميا وورقات الناموس بطريقة سهلة جدا وطبيعية، مش هنحتاج ان شاء الله يعني ادوات كتيرة ولا حاجة في التحضير. وبإذن الله يعني تكون تجربة أو طريقة مفيدة للجميع والناس تستفاد بيها وتجربها بنفسها. تعالوا نشوف بقى نعمل إيه. نبدأ إن شاء الله كده نشرح طريقة التحضير. البرطمان ده طبعا برطمان مربع، انت ممكن تستخدم اي برطمان، برطمان عسل يعني مش هتفرق. ده انا بستخدم برطمان ده اللي هو الكيلو بتاع المربع. تجيبه اول حاجة وبتحط فيه مية، تملى مية، ويفضل تكون مية مثلا من حوض، افضل مية من حوض السمك بتاعك، وتكون مية نظيفة طبعا. وطبعا ما تملاش البرطمان على الاخر، خلي البرطمان مليان يعني في ربع فاضي يعني. تمام. اول حاجه بتبداها بعد ما تملى البرطمان ملح الخشن، بتحط معلقه ونص او معلقه وربع ملح خشن. انا بفضل استخدام ملح الخشن عن ملح اليود او الملح بتاع الطعام العادي، لان بيبقى نسبه الملوحه بتاعته اعلى، وفي نفس الوقت بيبقى مش مضاف له يود ولا اي مواد تانية، ملح طبيعي. ودي الأرتيميا طبعا، الأرتيميا المصري. تمام. مش هنستخدم الأرتيميا دلوقتي خالص، انت أهم حاجة هتحضر البرطمان وهتحط المية زي ما انتوا شايفين كده، وهتحط طبعا معلقة ملح في البرطمان وتقلبه كويس جدا في المية، وهتسيب البرطمان ده لمدة مثلا من 3 أيام لأسبوع أو 10 أيام بكتير قوي، يبدأ يتكون الطحالب اللي شايفينها دي، الطحالب الخضراء. مجرد ما يبدأ يتكون الطحالب الخضراء، أنت لو عندك مثلا يعني أنت ممكن تستخدم حاجة لتسريع الموضوع، أنت ممكن لو عندك أصلا أي حاجة فيها طحالب ممكن تضيفها في المية لتسريع نمو الطحالب على جدران البرطمان. يعني زي ما أنتوا شايفين كده، هو أصلا الطحالب كونت تقريبا في كل حتة في الأرضية وفي على جدار البرطمان. بعد كده مجرد ما تبدأ الطحالب تبان كده بالشكل ده، ممكن بقى في الحالة دي هتحط الأرتيميا. هتجيب الأرتيميا يعني ربع معلقة مثلا. تمام. وهتضيفها في البرطمان وهتسيب وهتقفل البرطمان بالغطا بتاعه، بس ما تبقاش يعني ما تحكمش الغلق بتاعه، خليه مش مقفول على قوي، في نفس، لان انا بفضل كده يعني. وما تقلقش من درجه حراره خالص ولا اي حاجه، اهم حاجه يبقى البرطمان محطوط في الشمس، يا اما شمس وده اللي انا جربته، يا اما بيتحط له لمبات اليومين بتاعها عادي بتبقى موجهه عليه، بس انا جربت الشمس بصراحه، ما جربتش موضوع اللمبات ده، انا جربت الشمس حاجه طبيعيه وادتني نتائج يعني نسبه 100% ناجحه. وهتسيبها في خلال يعني بعد ما تحط الارتميا، اسف، في البرطمان بعد ما وضعت الطحالب ده، هتسيب البرطمان لمده مثلا من 24 ساعه ل 48 ساعه، بيبدا الفأس يطلع وتبدا تشوف الارتميا وهي بتعوم في الميه زي ما حضرتك شايفين كده اهو، اهي دي ارتميا، دي في هنا واحدة كبيرة كانت فاقسة من فرخة قبل كده موجودة في البرطمان ومخدتش بالي منها، ففضلت مع الصغيرين. تمام. بس دي الطريقة طبعا الارتميا، احنا عارفين الاستخدامات بتاعتها، او زريعة الارتميا دي او زريعة الجمبري، ده هو نوع من انواع القشريات اللي الجمبري. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في تأكيل زراعة الأسماك، لأن هي بتبقى صغيرة، بيبدأ السمك ياكلها بطريقة سهلة بشكل سهل، وغير كده إن قيمتها الغذائية بتبقى عالية جدا، البروتينات. طبعا أنت لو هتأكل زراعة الأسماك
عشان السمك يستفيد بيها لازم تأكل في أول 48 ساعة من الفأس، يعني مجرد ما الزرع تقفز تبدأ تأكلها للسمك. أرجو يكون الموضوع فاتكو، وإن شاء الله يبقى في موضوع تاني عن يرقات الناموس نتكلم عنه برضو، إزاي تنتجها وإزاي تطلع يرقات ناموس تأكل من السمك، وبرضو هي غذاء مفيد جدا للأسماك. أشوفكم على خير إن شاء الله، سلام عليكم.